السلام عليكم. اوكي، السلام عليكم. سامعيني؟ وعليكم السلام. سامعين مهند؟ الله حضرتك، بدي اقول لكم اياها انا اللي كتبه له، انه في حاله الدبل ديكلاين بالانس ميثود، اول ما بتشوف البوك فاليو صارت اقل من السالج فاليو بتوقف حساباتك. يعني انت بتوقف حساباتك خلص، تمام؟ خلص، يو هاف تو ستوب، لازم توقف حساباتك كامله. يعني الدبريشيشن عند السنه اللي رقم اربعه شو تساوي؟ حسبناها انا الدبريشيشن عند السنه الرابعه شو يساوي؟ 8512، تمام؟ خلص، فعندها وقف 20000. هسه الدبريشيشن عند السنه البوك فاليو عند السنه الرابعه شو يساوي؟ البوك فاليو عند السنه الرابعه حسبته انا، طلع معي 17000. اول ما بشوف البوك فاليو وصل عندي اقل من السالفج فاليو، اي هاف تو ستوب، خلص ممنوع انت تكمل، لانه البوك فاليو for the double decline balance method can never be below the salvage value. لكن في حالة الـ MACRS method لا، بنضل وصل لحد ما يصير البوك فاليو يساوي زيرو، ما عندنا مشكلة. واضح الفرق بينهم؟ تمام؟ هاي كمان سؤال بتحلوه، كمان بودي لكم اياه للحل. طبعا جدا الأسئلة سهلة مش صعبة، تمام؟ في هناك اسئله بودي لكم الحل، الهوم ورك تحلوه وتشوفوا اذا بدكم يعني على اسئله. هذا بالنسبه لتشابتر رقم 9 اللي هو التشابتر قبل الاخير. ناو وي ويل ستارت فور تشابتر نمبر 10 اللي هو اخر تشابتر، ماشي؟ تشابتر 10 اللي هو بسموه الافتر كاس الافتر تاكس استيميشن، الافتر تاكس استيميشن، ماشي؟ بدي اسالكم سؤال، الكل بيعرف شو معنى التاكس ولا لا؟ الو؟ الو؟ انا قريب المهندس، صح؟ تمام، التاكس مين ضرايب، صح ولا لا؟ فلان عليه تاكس، فلان عليه مش تاكس. اول شيء النت اوبريتنج انكم، مشان نعرف بعض الكونسبت، شو معناتها؟ الانكم ناقص الاكسبنسز، اللي بيجيك ناقص المصاريف شو بيعطيك؟ بيعطيك النت انكم، تمام ولا لا؟ يعني انت بتشتغل في مصنع، بيجيك انكم 700000 مثلا سنويا، وعندك مصاريف 400000، فالنت اوبريتنج انكم شو يساوي؟ 700 ناقص 400، اذا ربحتك انت تساوي 300000 دولار في السنه. واضح ولا لا؟ تمام؟ الو؟ واضح مهندس. اذا مره ثانيه، النت اوبريتنج انكم اللي هو الصافي اللي بيجيك انت، هو عباره عن الجروس انكم ناقص الاوبريتنج اكسبنسز، تمام؟ الجروس انكم ناقص الاوبريتنج اكسبنسز. مرة ثانية، أنت بيجيك مصاري 700000 وعليك مصاريف 400000، إذا الربح تبعتك شو تساوي؟ تساوي إيش؟ تساوي 300000، تمام؟ تمام. هسا 300000 هاي يا شباب بنات، معلش الكل شارك معي، بالضروري لازم أعرف أنكم معي. ألو؟ معلش الكل يفتح المايك. أه معك مهندس، معك. اللي معك يفتحوا المايك ويسألوني. هلا الحكومة بتروح على واحد صاحب مصنع تقول له هسه انه انت المصنع تبعك بيجي ربحه 700000، ايوه، وانت بكلفك مصاريف تشغيليه 400000، فربحتك السنويه 700 ناقص 400 300000. الحكومه بتفرض عليه ضريبه
على المبلغ اللي ربحه، لكن المبلغ اللي قابل للضريبة مش اللي هو 300,000. المبلغ الخاضع للضريبة بسموه taxable income، المبلغ الخاضع للضريبة هو عبارة عن 300,000 نقص منها الديبريشيشن. يعني طلع عندك استهلاك في المصنع قيمته تساوي 70 مثلا 80,000. اذا اطلع على هسه الكل معي مشان نفهم اكثر، قلنا مصنع بنتج اجا ربحه اللي هو جروس انكم ربحته اجته تساوي 700,000 دولار بالسنه، دولار دولار بير اير. اوكي، وعليه مصاريف اوبريتنج اكسبنس تساوي 400,000 دولار بير اير. اذا ايوه ربحته قديش ربحته اللي هي نت اوبريتنج اكسبنس؟ ربحته 300,000، لكن الحكومه ما بتعمل ضريبه على 300,000. لا، كم الديبرشيشن مثلا؟ المصنع صار فيه استهلاك بمقدار 120,000 دولار اول سنه، هاي بهاي السنه تمام. فهسه بصفي عندك الحكومه عايشه بتاخذ ضريبه التاكس بالانكم تساوي 700,000 ناقص 400,000 ناقص 120,000. يعني الحكومه ما بتاخذ ضريبه على 300,000، لا بتاخذ ضريبه على 180,000 دولار تمام. اذا التاكس اللي عندك شو تساوي؟ التاكس اللي عندك شو تساوي؟ تساوي تي ضرب التاكس من الانكم. التاكس شو يعني التي؟ اللي هو ايش تي؟ هي عباره عن ايش؟ التاكس ريت، الضريبه المفروض عليك. التي اي هي عباره عن ايش؟ تاكسبل انكم اللي هو المصاري الخاضعه للضريبه. اذا فرضا تي الحكومه عندنا شو بتاخذ عندنا؟ بتاخذ 16% ضريبه 0.16 او 16% فور اكزامبل. اذا هذا الزلمه تبع المصنع بيطلع عليه تاكس في السنه تساوي كم؟ التاكسبل انكم 180,000 ضرب التاكس 0.16 وتساوي بيطلع عليه ضرب شو يساوي ايش؟ 2.88 تمام ولا لا؟ الو تمام مهندس. وبحط مثال صغير، كم بيطلع عليه ضريبه السنه؟ 28,300. ما باخذ ضريبه على 300,000 مربحه، لا باخذ ضريبي على اللي هو 300,000 نقص منها الديبريشيشن. واضح؟ فبالتالي القيمه الخاضعه للضريبه التاكس من الانكم هي 180,000، اضرب ضرب التاكس 16% بيطلع عليه التاكس شو يساوي؟ يلا اللي هو اللي شو تساوي؟ يلا اللي هو 28,800 دولار. واضح ولا لا؟ وضحات ولا لا؟ وضحت تمام. فهمت علي هسه؟ طيب هسه خلينا هنا مشان نكون واضح بالمثال. هسه هاي التاكسز اللي عندك تمام، فالتاكس شو يساوي؟ اللي هو التاكس ريت ضرب التاكس انكم، مزبوط؟ التاكس ريت ضرب التاكس انكم. طيب على لو جينا اقول لك شغله، شو بتكون النت اوبريتنج، النت اوبريتنج بروفيت افتر تاكس؟ اذا شو الربحه بعد الضريبه تساوي؟ يلا بعد الضريبه شو الربحه تساوي كربحه؟ يلا الربحه شو تساوي كامله؟ يلا شو الربحه تساوي؟ تساوي التاكس من الانكم ناقص التاكس، ربحتك مع الضريبه قديش؟ قديش التاكس من الانكم عندك؟ يلا 180
ألف، مظبوط؟ تمام ولا لا؟ التاكس ناقص قديش طلع معك تاكس؟ التاكس اللي هي تي ها تساوي التاكسبل انكم ناقص ايش؟ التاكس. اذا النت اوبريتنج بروفيت ربحتك بعد الضريبه، مش انت ربحت 180,000 انت على اساس 300,000 في 100,000، مظبوط ولا لا؟ الو صح مهندس، انت ربحت كم؟ ربحت 100,000، مو صار لك كم ديبريشيشن؟ 120,000 انت فعليا يعني خسرت 120,000 ديبريشيشن. اي نعم انت اجاك 300,000 بس مصنعك صار عليه ديبريشيشن 120,000، اذا انت ربحت فعليا 180,000. طيب اذا انت ربحت 180,000 كم عليهم ضريبه؟ التاكسز هذولا 2880 صح ولا لا؟ اذا النت اوبريتنج هي عباره عن تاكسبل انكم. التاكسبل انكم شو تساوي؟ تاكسز ضرب التاكسبل انكم تساوي تي اي ناقص التاكس. شو تساوي التاكس؟ تي ضرب التاكسبل انكم. فبالتالي بيطلع عندك النت بروفيت، ماشي، النت اوبريتنج بروفيت افتر تاكس، الربح الصافي لك شو تساوي؟ طلع تي كومن فاكتور، طلع تي اي كومن فاكتور في واحد ناقص تي، هاي قانونها اللي هي كم التاكس انكم عندك؟ التاكس انكم عندك تساوي 180,000 ماشي في واحد ناقص 0.16، مظبوط ولا لا؟ ف 180,000 ضرب 1 ماينس 0.16 الصافي بيطلع معك 1 ناقص 0.16، فبيطلع معك 1 ناقص التاكس ريت. التاكس انكم 180,000 في 1 ناقص 0.16 بيطلع معك اللي هو النت اوبريتنج افتر تاكس، تمام ولا لا؟ الو مهندس معك، شو ربحتك؟ هلا قلنا التاكس انكم ناقص التاكس، التاكس انكم 180,000 اوكي ناقص التاكس انكم 28,800 وهي نفسها، طلع التي اي كومن فاكتور في واحد ناقص تي، تمام ولا لا؟ اوكي ولا لا؟ في عندي سؤال؟ اوكي، فهنا اللي بدي اقول لكم اياه انه التاكس على الانكم النت اوبريتنج بروفيت افتر تاكس تساوي التاكس على الانكم في واحد ناقص تي، اللي هي عباره عن التاكس على الانكم ناقص التاكسز. مره ثانيه انا كم ربحتي الصافيه؟ مش 300,000 ربحتي، لا هو فعليا اجاني كاش 300,000 بهاي السنه، لكن المصنع صار له ديبريشيشن 120,000، فالاكشوال بروفيت تبعته هي 180,000 التاكس بالانكم. هاي هي التاكس بالانكم، القيمه الخاضعه للضريبه، اذا التاكس تطلع معك تساوي التاكس ريت ضرب التاكس بالانكم. التاكس ريت 16%، التاكس بالانكم 180,000 اضرب 0.16 ضرب 180,000 بيطلع معك ايش؟ اللي هو التاكس، ماشي؟ ربحتك شو تساوي؟ ربحتك شو تساوي؟ الربح تبعتك تساوي اللي هو عباره عن التاكس على الانكم 180,000 ناقص 2880، صح ولا لا؟ وطلع 1.51، تمام، هاي ربحتك الصافيه، يا انك بهذا القانون هاي ربحتك تبعتك، اور بالقانون اللي عندك هسه انه ربحتك تساوي اللي هو التاكس على الانكم 180,000 في 1 ناقص 0.16 بيطلع معك نفس الجواب. اوكي بيطلع 151,200، اوكي نفس الشيء اللي بدك اياه، تمام. الو
واضح ولا لا؟ اوكي، مظبوط. هاي الحدثة التيرمولوجي تبوها ومش صعبة. تي اللي هي التاكس ريت زي ما اتفقنا، تي اللي مهندس، في عنا تفضلي. هلا محاضرات. يلا خلاص، يلا شباب، خلاص محاضرتنا الأحد على موعدها 8 ونص إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيك العافية. السلام عليكم. أبتعرفني.